السلام عليكم ورحمة الله. علاقة المؤجر والمستأجر في ظل الانقلاب والحرب وتوقف الرواتب تجنب مع استمرار الأزمة الراهنة التي أنتجت عن الانقلاب وما تلاها من تداعيات ألقت بظلالها السلبية على الشعب بمختلف شرائحه، وبسبب انقطاع الرواتب للشهر التاسع على التوالي بات الموظفون ضحايا الضغوط المعيشية والتي يعتبر الإيجار أحد أبرز عناوين الاستقرار فيها. ومع تراكم الإيجارات وجد المتضررون أنفسهم معرضون للتهديد بل حتى للاعتداء، حدا بلغ بأن يستل المستأجر سلاحه لطعن أو قتل المستأجر، وهو ما شهدته محافظة إب مؤخرا، حيث لقي مستأجر مصرعه على يد المؤجر الذي قتل بعد ذلك على يد ابن المستأجر بعمل انتقامي سريع. قبل ذلك تعرضت طبيبة في صنعاء للاعتداء الجنائي من صاحب العقار بعد عجزها عن دفع الإيجار المتراكم. حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء فيها على تأثير الوضع الراهن على علاقة المؤجر بالمستأجر وما طبيعة تأثير الأزمات القائمة على هذه العلاقة. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيكون معنا عبر السكايب من عدن الناشط الصحفي فايد دحان، ومن صنعاء أسامة الشهاري رئيس مبادرة مجتمعية، وكذلك من صنعاء محمد سعد وهو صاحب عقار، ومن محافظة إب الناشط الحقوقي نشوان العمراني. قبل النقاش فصل قصير. حياكم الله مشاهدي الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الصحفي فايد دحان من عدن. مرحبا بك فايد. اهلا وسهلا فيك اخي بشير وبكل المشاهدين ومتابعي قناه بلقيس، وشهر مبارك كل عام وانتم بخير. وانت بالف صحه وسلامه. في البدايه فايد، لو وصف لنا علاقه المؤجر بالمستاجر بالتاكيد مع الظروف الصعبه التي يعيشها اليمنيون. علاقه المستاجر بالمؤجر بطبيعه الحال هذا يعتبر ملف شائك مغلق منذ سنوات ومنذ عقود، يعني مرت ويعاني منها المواطن اليمني بصوره خاصه، لانه لا يوجد هناك قانون يحمي المؤجر او المستاجر. هناك عبثيه كلها تخضع لعوامل شخصيه او بطبيعه الحال على الشخص المؤجر او على شخص المستاجر، وعلى ما متعود فيه هذا الشخص من عادات وتقاليد يخضع لها في مجتمعه. هناك علاقة تضاد قائمة بين المؤجر والمستأجر، وصلت كما تحدثت قبل قليل منها إلى الاعتداءات والتهجير والإخراج من شقق الإيجار بصورة همجية وبصورة تعسفية. طالت هذه الأسباب وزادت تفاقما وزادت هذه الأمور مع الانقلاب الحوثي الذي حصل في اليمن، الحوثي العفاشي الذي جرى مؤخرا وأدى لانقطاع الرواتب، ومن ثم تفاقمت هذه الأزمة وتكاثرت الحوادث بدون نهاية. نعم. هذا الجانب السلبي. نعم أستاذ فايد، أنت تحدثت عدة مرات بأن هناك استغلال من قبل المؤجرين للمستأجرين. هذا الاستغلال، يعني صف لنا نوعية الاستغلال الذي يمارس ضد يعني المستأجرين، وأيضا في ظل عدم وجود الرواتب، الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، عدم وجود أعمال أشغال يلجأ إليها الناس من أجل أن ينتظموا بتسديد رواتب يعني إيجارات البيوت التي يعني يسكنون فيها. الاستغلال هو مؤخرا نتج بصوره كبيره جدا عن عمليه النزوح التي حصلت من المدن التي تحصل فيها اشتباكات، حصلت فيها حروب، استغلوا فيها هؤلاء النازحين، استغلوا فيها حاجتهم للسكن، استغلوا فيها حاجتهم للمأوى، ووضعوا هناك يعني المبالغ مهوله، مبالغ غير معقوله في الايجارات. ارتفعت العقارات في اليمن بصوره مهوله، وخاصه في المحافظات المحرره للاسف، يعني هناك يعني لا يوجد انضباط فيها لحركه العقارات، ارتفعت بصوره جنونيه في لا يعني يواجه بذات الوقت وبنفس الوقت
انقطاع الرواتب، فيعيش المستأجر بين مطرقة المؤجر وسندان الحكومة، يعني ما فيش رواتب وبنفس الوقت ما فيش إيجارات رخيصة تستطيع أن تعيش فيها حالة النزوح. هذه مشكلة يعني نعم. تعتبر طارئة الآن حصلت في الفترة الأخيرة. نعم، أنت فايد ربما أحد الضحايا الذين يمكن 9 أشهر بدون راتب، كيف تدير حياتك؟ كيف تسدد الإيجار؟ كيف يعني توفر لعائلتك متطلباتهم اليومية؟ اولا انا لست يعني 9 أشهر بدون ايجار، انا الان للشهر 26 يعني بدون راتب. من شهر مارس 2015 كنا ما يقارب 12. نعم، اذا فقدنا الاتصال ربما بالاستاذ فائد دحان، سنعود له بالتاكيد. ينضم الينا الان الأستاذ نشوان العمراني، محامي من محافظة إب. مساء الخير أستاذ نشوان. مساء النور والعافية أستاذ كريم، أستاذ بشير، عليك وعلى جميع المشاهدين وكل اليمنيين وخاصة أسرة قناة بلقيس. مرحبا بك أستاذ نشوان. الجانب القانوني وأنت محامي، أو في البداية صف لنا حال الناس بين المؤجر والمستأجر في ظل عدم صرف الرواتب في إب. مؤخرا تم يعني حدثت مشكلة، وهناك تم يعني حدوث يعني قتيل في هذه المحافظة بسبب عدم دفع الإيجار. كيف يعني تجري الأمور في محافظة إب بين المستأجرين والمؤجرين؟ هذه هي نتيجة لتراكمات سابقة، يعني حالة الإيجار كانت مستقرة قبل بداية الصراع، يعني نعم. كانت الشقة التي تكلف الآن 50,000 إلى 60,000 إلى 70,000 كانت تكلف 25,000 ريال. نعم. يعني بعد ما بدأ الصراع يعني نزح أكثر الناس من عدة محافظات وخاصة محافظة تعز إلى إب، مما أدى إلى اكتظاظ السكان، ومن ثم أدى إلى إيش؟ إلى ارتفاع نسبة الإيجار أو ارتفاع الإيجار. العامل الثاني الآخر اللي هو عامل عدم صرف الرواتب، وهذه مشكلة كبيرة جدا وهو أساس مهم. يعني لو كان النازح يعني في معه راتب ممكن كان يدبر أموره ويدفع الإيجار وما كانش تحدث مشكلة مع المؤجر، لكن امتداد هذا الوقت أو هذه الفترة لمدة 7 أشهر أو أكثر من 7 أشهر هي التي أدت إلى إنه أصبحت التراكمات، حتى أدت إلى أكثر من حادثة، وحادثة مطرق فبيش معروفة يعني قبل أيام حدثت إشكالية أو نشب صراع ما بين المستأجر والمؤجر. المؤجر من حقه يطالب بالإيجار، خاصة إذا كان المستأجر لم يستطع أن يدفع نعم. اللي قال بسبب انه ما فيش معه راتب، فحدثت الاشكاليه وقتل المستاجر يعني بسبب هذا الخلاف. المستاجر ام المؤجر، من قتل الاخر؟ يعني هو اللي وصل لعلم انه المؤجر قتل المستاجر، يعني هذا الخبر اللي وصل لنا، لكن لم نتاكد من الحادثه وما زال الامور لم تتضح بعد يعني نعم. في الايام القادمه، لكن الحادثه يعني حصلت، لكن تفاصيل الحادثه ما نعم. نعم ربما نشوان نحن تطرقنا نعم الأكيد أن المؤجر هو الذي قتل نعم. المستأجر يعني نعم احنا يعني ربما تطرقنا لهذه المسألة من باب يعني تسليط الضوء على إلى أين وصل الحال بين المؤجر والمستأجر إلى مستوى القتل في محافظة إب بسبب الأزمة. نعم، بسبب الأزمة في محافظة إب نشوان، ألا يوجد نوع من التكافل، نوع من التراحم بين يعني المؤجرين والمستأجرين وكل يراعي ظروف الآخر، أم بات الموضوع يعني يخضع لمن دفع أكثر يعني يتم يعني إذا يستأجر أو ما شابه؟ تحدثنا عن هذا الأمر، فأعتقد إذا تحدثنا عن هذا الأمر نعم. فأعتقد أن محافظة إب من أفضل المحافظات أعتقد في التكافل الاجتماعي نعم. يعني الناس يعرفوا طبيعة إب أنها طبيعة زراعية، والطبيعة الزراعية دائما تمتاز بالتكافل الاجتماعي، والناس في هناك يعني في نوع من البساطة والتعامل الإنساني، لكن في الأخير يعني المستأجر نعم
إذن هناك مشكلة، أتمنى من الشباب في الكنترول أن تصلح هذه المشكلة. أعود لفائد في عدن. فائد، كنت قد سألتك قبل أن يعني نفقد بك الاتصال حول وضعك، وكنت أسألك بأنك متوقف عن راتبك، متوقف لمدة 9 أشهر، لكن يبدو كما تحدث أكثر من 2.5 عامين، ربما منذ دخول الميليشيا أوقفت راتبك. معاناتك أنت، كيف تدير أمورك؟ كيف تتم دفع الإيجارات؟ كيف توفر ما تحتاجه عائلتك في هذه الظروف الصعبة؟ كشاهد ومثال حي. نعم، والله هذا الأمر يعني متوقف على عدة أمور، منها أن أنا عندما تركت يعني عملي الصحفي المعلن أصبحت أشتغل يعني أعمل صحفية بنظام القطعة، وهذا لا يكفي لأن أعيش في هذه الفترة بكرامة، ويعني ما لا يعاني ابدا. لكن هناك فتره طويله قضيتها في الريف، انتقلت الى الريف، يعني لقيت الى الاعمال الخاصه، تركت العمل الصحفي. ايضا لدي هناك اصدقاء من الذين غادروا الى خارج البلاد، نعم، ونزحوا، يعني لا يقصرون عندما اتواصل معهم، مواقفهم جميلة معي، وهذا ما يحصل أيضا مع كثير من الزملاء يعني. نعم، إذن هذا يعني هذا بالنسبة لك فايد. أيضا بحكم أنك صحفي وأنت مطلع ربما على هذه المسألة وعن قرب، في محافظة عدن كيف ترى الناس الذين هم بدون رواتب؟ كيف يسيرون حياتهم اليومية؟ كيف يدفعون الإيجارات؟ نعم، هنا المشكلة. يعني أنا دائما أفكر بهؤلاء، يعني أقول أنا لدي الطرق التي أستطيع الخروج فيها من هذه الأزمة أو معالجة أولا بصورة آنية، لكن أرى كم هائل من الناس في عدن وفي تعز في لحج والذين أيضا نزحوا من مناطق حروب، منهم من خلاص يعني فضل ان ينزح لداخل السكنات، اما مجانيه، مدارس، مخيمات، او ان كما كان يحصل عندنا في تعز، كان هناك الاهالي يقسمون منازلهم عندما كانت الحرب ناشبه في عدن لهم وللنازحين من ابناء المناطق من لحج ومن عدن، وكانوا يقضون اياما صعبه. كانت المنظمات التي تقوم بعمليه دعم تاتي مثلا بالافرشه والمواد الاغاثيه ومن ثم تبيعها في الاسواق، فلم يعني يساعد هؤلاء الا الطابع الاجتماعي الذي يتمتع به ابناء المناطق الزراعيه، ابناء المناطق الجبليه، وباستقبال هؤلاء وايواهم في منازلهم وتقاسم معهم لقمه العيش. نعم، هذا ما حصل. نعم، طيب استاذ فايد، اعود الى محافظه اب مع المحامي نشوان العمراني. استاذ نشوان، عدنا لك مجددا. الوضع القانوني، اذا كنت انا مثلا مستاجر وانا بلا رواتب ولم استطيع ان اسدد ايجار المنزل الذي اعيش فيه، ما هو الوضع القانوني والحل امام المؤجر الذي يطالب كل يوم ويصل به الامر الى ان يطرد المستاجر من البيت او تحدث مشكله تنتهي في نهايه المطاف الى القتل؟ الوضع القانوني في هذا الحال، في ظل ازمه، ما فيش رواتب، حرب. اعتقد انه لو خضنا في القانون سنجد، نعم، انه المشرع اليمني اجاز للمستاجر ان يلغي عقد الايجار اذا لم يدفع المستاجر الإيجار. أستاذ نشوان، هذا يعني. أستاذ نشوان، نعم، أستاذ نشوان، معذرة على المقاطعة، نعم أستاذ نشوان، حتى معذرة على المقاطعة، ربما هذا يحدث في ظل يعني الدولة موجودة، الرواتب منتظمة، الحياة يعني بصورتها الطبيعية، لكن الآن في ظل أزمة وفي ظل حرب، ما هو الحل؟ الحل في اعتقادي انه العمل الانساني وليس العمل القانوني هو الحل. العمل الانساني انه المؤجر يجب انه يتحمل المستاجر يعني، نعم، والدوله او سلطه الامر الواقع تتحمل مسؤوليتها الكامله وتعمل على حلول، او بالاحرى انه يعني المبادرات المجتمعيه مثلا، مجالس محليه مثلا اعيان ومشايخ وعقال حارات، يعني يعملوا مبادرات من اجل حمايه هذا المستاجر من الخروج او من طرده من الشقه او
يعني عمل يعني عمل انسان كعمل انساني حتى تستقر الاوضاع ثم بعدين يدفع الايجار. لكن في الاخير العمل القانوني اعتقد انه العمل القانوني الان الوضع غير مستقر. المشرع هو الذي حمل في موضوع الايجار حمل مؤجر، لكن عمل انساني يجب ان احنا نتطرق اليه اكثر من العمل القانوني. نعم. طيب استاذ نشوان، سؤال اخير اودعك فيه، هل لا زال هناك في محافظه اب من يحاول ان يعني يهتم بهذه المسألة بين المؤجر والمستأجر، ضوابط يعني من أجل أن تسير الأمور بصورة ربما فيها نوع من التراحم، نوع من التكافل، أم أصبح الموضوع لا يعني أحد في هذه المحافظة؟ أعتقد أنه هو لا يوجد مبادرات كسلطة، يعني لا يوجد مبادرات مجتمعية. يعني أقصد أنا أنه المؤجر طالما مستحمل المستأجر دليل على انه هناك عمل انساني، لكن نطالب المؤجر بالاستمرار في هذا العمل الانساني، يعني لا يدخلش في مشكله مع المستأجر الا اذا شعر ان المستأجر استلم الراتب حقه. اما انه الان انه العمل الان عمل مجتمعي، عمل هو الان عمل المؤجرين ان يتحملوا هذا المستأجر، لانه بالاخير في الاول والاخير يعني سيتحمل كافه تكاليفه عند استلام الراتب سواء كانت من الدولة او من سلطه الامر الواقع، وعندها يتم حساب هذه الاشهر او ابنائها ويكون هناك عمل انساني تستقر فيه الاوضاع وعدم انذار كرامه الاخرين او كرامه الاسر الى 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 الى, إلى الشارع او الى اماكن ربما اماكن ايواء لا يوجد أماكن هو تحمي هذه الإشكالية. اللي يقصده أنه العمل الإنساني الآن. نعم. الذي نتطرق إليه قبل العمل القانوني. أشكرك جزيل الشكر المحامي نشوان العمراني، كنت معنا من محافظة إب. وأنتقل إلى مأرب مع أم حمزة، ربما هي أحد ضحايا المؤجرين والمستأجرين وتم طردها من البيت. أم حمزة مساء الخير. مساء الخير. مرحبا بك يا ام حمزه، ضعينا بصوره ما حدث لك بالضبط، يعني انت كنت في احدى المستاجره احدى البيوت ومن ثم حدثت مشكله وغادرتي هذا المنزل. نحن الحمد لله رب العالمين سافرنا من صنعاء الى مارب، وقد كان ابو حمزه حجز لنا الشقه. نعم. على اساس نسكن فيها لمده عام كامل. نعم. فعندما ذهبنا وسكننا في هذا البيت وكانت بشكل بيت مهجوره، فنظفناها وجلسنا فيها لمدة 10 أيام، فجاء صاحب البيت يريد أن نخرج منها، فكلمناه أن يترك لنا مهلة يومين، فجاء في اليومين تبحثنا عن في أكثر من مكان فلم نجد بيوت، مارب صحراء البيوت قليلة، فجاء فقال نخرج من البيت بعد يومين، فكلمنا يترك لنا مهلة مرة أخرى، فرفض وقام بسبنا وشتمنا وزوجي لم يكن موجود معنا. نعم. فخرجنا إلى الشارع، فرق إلينا أحد الجيران وأخذنا إلى منزله، فجلسنا في منزله مدة يومين حتى أنه انتقل إلى المكان المجاور في بجانب بيته وترك لنا شقته يعني بمبلغ. نعم. كنا ندفع له الإيجار بعد. نعم. طيب أم حمزة، جلسنا في بيته مدة كم؟ نعم أكملي. أيوة جلسنا في بيته لمدة سنة ونصف. نعم. في بيته. طيب أم حمزة الآن يعني مرة ثانية هذا صاحب. نعم. الحكومة الشرعية، أنتم الآن في محافظة مأرب وهي إحدى المحافظات المحررة، ألم يكن هناك أي دور للحكومة الشرعية، السلطة المحلية، منظمات تحاول أن توجد لكم حلول، يعني بالذات أنتم اللي نزحتوا من المناطق التي ربما لم يعد مرحب بكم فيها أو تم إخراجكم منها قسرا كصنعاء أو المحافظة الأخرى التي تخضع لسيطرة الميليشيا؟ ولم نجد أي مبادرة لا من السلطة المحلية ولا من المحافظة، ولا نجد أي مبادرة ولا أي حلول لهذا الشيء للإيجار، ما نجد حلول. نعم. أغلب الأسر أين تسكن في ظل عدم وجود يعني شقق ومنازل للإيجار في محافظة مأرب أمام وكثافة سكانية كمان كبيرة من النازحين؟ والله الكثافة السكانية كبيرة والأصحاب البيوت الجشع فيها كثير، حتى ان الشقه اذا اردت ان تستاجر تجي تستاجر وعندهم بادئين في العماره عندهم يبغى يقول لك قدم لي لمده 5 أو 6 شهور الايجار، فيقدم له مبلغ مده فيبلغ يعني يجيب له مبلغ بشكل كبير،
يعني سبحان الله العظيم لا يجلس في هذا المده هذه مده 5 شهور او 6 شهور بقدر الايجار الذي دفع له، فيجي فتره من الزمن فيقول لا يخرج، قد في واحد يجيب اكثر منك، والشقه تكون 2 غرف او 3 غرف يشتري 150 180 90 80 واحده. نعم أم حمزة، سؤال أخير، يعني حتى في محافظة مأرب لا يوجد نوع من التكافل، نوع من التراحم، نوع يعني حتى من باب الإنسانية يعني للناس الذين أتوا من محافظة أخرى إلى هذه المحافظة، وهي بالتأكيد السبب الرئيسي هو عدم وجود بنية تحتية تستقبل الكم الهائل من النازحين فيها؟ لا يوجد هذا الشيء، لا يوجد بالكامل، لا في لا رحمة ولا في إنسانية ولا في نادر، النادر هو النادر لا حكم له، لكن في تكافل، في احيانا يجي يقول لك خرج من بيتي على الساعه الثانيه 180 او 150 يخرجه للشارع، ويبقى انه يذهب يسكن 2 أسر او 3 أسر يسكن في شقه واحده. شكرا جزيلا لك ام حمزه، وضعتينا بصوره ربما عن معاناتكم ومعاناه الكثير ممن يعني اصبحوا بلا منازل ويبحثون عن اماكن للاستئجار ويعانون هذه المشاكل الكبيره. مشاهدينا الكرام، الان سنذهب لمتابعه استطلاع مصور عن هذا الموضوع، عن علاقه المؤجر بالمستاجر والمشاكل التي تواجههم، ومن ثم نكمل النقاش. طبعا الدوله يعني اذا كان المفروض يعني تكون له رواتبهم يعني كل شهر بشهره، اما المستاجر يعمل بك لخرج شهر يقول لك جيب لي حقي ولا اخرج، هذا هو. بالنسبة لسؤالك للمستأجر الذي يستأجر البيت من الشخص المالك وهو ما عندهش راتب، هذا يعاني معاناة كبيرة أختي العزيزة، ويعاني كمان من تهديد من صاحب المالك أنه بإخراجه إلى الشارع وأسرته. المستأجر يعني كيف حالته؟ فين بيروح يجيب؟ ما عندهش رواتب، ما عندهش حاجة يعني تلتزمه. المستأجر اللي يعني راعي البيت ممكن أنه بيخرجه، إيش يجلس بالشارع؟ الإيجارات الناس لا رواتب، أولا وثانيا الكهرباء وثالثا الغاز، ويعاني كل شيء كل يوم وكل لحظة نعاني من هذه الدولة. والله إنها صعبة في مأرب بالذات، أسعار غالية وإيجارات مرتفعة إلى حدود 80,000، ورواتب في 4 شهور 5 شهور يعطوك راتب، فلهذا نعاني معاناة صعبة وشديدة، وخاصة إن إحنا نازحين من محافظة إب. ونتمنى من الإخوة المواطنين وخصوصا المؤجرين أن يرحموا بالمستأجرين، خصوصا بعين انعدام الراتب والحالة المأساوية وكونهم نازحين. لما طلع علي الأيار طلعت علي ديون يعني كذا، نزلت المال البيت حقنا، والصراحة عن الظروف صعبة، العمل ماشي، العام يحصل له 2000 في اليوم ولا يعني ما تجيب المصاريف. حياكم الله مشاهدينا الكرام، إذا ربما تابعنا عينة من المعاناة التي يعانيها المستأجرين بسبب عدم وجود رواتب، بسبب عدم مراعاة المؤجرين للمستأجرين والصبر عليهم لمدة حتى يعني تزول هذه الغمة. أعود إلى عدن مع الصحفي فائد دحان. فائد، الآن ربما الصورة باتت واضحة بسبب المشاكل، عدم وجود الرواتب سواء في المحافظات المحررة أو أيضا المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا. في المحافظة المحررة هل يوجد هناك أي نشاط للمنظمات الإنسانية للحكومة في مثلا النازحين الذين يأتون إلى هذه المحافظات؟ هل يتم توفير ولو أدنى وسائل العيش لهم في هذه الأماكن أم لا؟ أنا شخصيا لم أشاهد هناك منظمات تهتم بالنازحين في مسألة الإيجارات أو في مسألة المخيمات، أصبحت العمل المنظمات خاضعة للمزايدة الإعلامية يعني، وأصبحت أيضا هناك عدة تصنيفات تخضع لها هذه المنظمات كي تبذل يعني أعمالها الإنسانية اتجاهها. لا يزال النازحون يعيشون يعني في ظل انعدام رواتبهم وايضا انعدام مساكنهم، يعيشون ازمه انسانيه حقيقيه، لم يلتفت لهم اي منظمات محليه او منظمات عالميه بخلاف مركز الملك سلمان، هو الوحيد الذي ايضا نرى له اثر ملموس على الواقع فيما يتعلق بالناس بصورة عن نازحين وغير نازحين.
لكن كتخطيط للنازحين وإيجاد مأوي لهم وإيجاد حلول لمسألة الإيجارات المتفاقمة والمتراكمة والمرتفعة بصورة جنونية وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، إلى اليوم لم نلحظها أبدا، وربما أيضا خاضعة للمتغيرات والتطورات السياسية الحاصلة في العاصمة. نعم. طيب فايد، تكرم بالبقاء معي. نشارك معنا في الحديث من صنعاء أسامة الشهري، رئيس أحد المبادرات الشبابية العاملة في صنعاء. مرحبا بك أستاذ أسامة. أهلا وسهلا أخ بشير. مرحبا بك أسامة. لا شك أن الوضع لا يخفى على أحد، بالذات أيضا في محافظة في أمانة العاصمة في صنعاء وأيضا المحافظات الأخرى. ربما الآن أنتم لديكم دور طوعي تقومون به للتخفيف من معاناة هؤلاء الناس. ضعنا بصورة حال الناس في أمانة العاصمة في صنعاء وأيضا المؤجرين والمستأجرين، كيف تجري الأمور في ظل عدم وجود رواتب، في ظل عدم وجود أعمال للناس في هذه الأماكن؟ أولا مساء الخير على الجميع إن شاء الله على قناة بلقيس. مساء النور. الوضع في أمانة العاصمة في صنعاء لا يخفى على أحد، حال المستأجرين والمؤجرين حالتهم الاثنين يعتبر حالة مزرية نوعا ما. المستأجرين عانوا نوعا ما من أشياء متعددة، مشاكل من قطاع المرتبات، والمؤجرين بنفس الوقت متضررين من هذه النقطة، لأنه حلها يشتبه تدخل كبير وحل من الدولة أو حل منظمات أو تركيز يكون التركيز العادي على هذه المشكلة. نعم. طيب أسامة، أنتم كمبادرات شبابية، ما هو الدور الذي تقومون به في صنعاء لتوفير يعني ولو أشياء بسيطة لهؤلاء المحتاجين في صنعاء؟ الدور بشكل رئيسي يكون على يعني المشكلة هي مشكلة عامة، ومشكلة دخل فيها الدولة. الدولة انقطعت عنها الرواتب، الناس ضرروا بشكل مباشر. نعم. المستأجرين نشوف في حالات كثيرة ومآسي كثيرة، بنحاول نتابعهم، نحاول نتواصل مع منظمات المجتمع المدني، مع المؤسسات، مع المبادرين، مع الناس فاعلين الخير، لكن معانا مشكلة كبيرة تواجهنا، إن أولويات الأزمة الموجودة تختلف. الأولويات الآن موجودة في الغذاء، في الأمن، في الصحة، في أشياء غير الإيجارات. نعم. يعني في أشياء طارئة. أيوة. يعني الدعم لما يوصل الدعم أو توصل المساعدات توصل أشياء يعني أولويتها أكبر من أجل تحقق ولو نوع من التوازن في الحياة. نعم. ففي مشاكل كثيرة تحصل. الحاجة الوحيدة اللي هي ممكن تساعد في تحسين وضع الناس، وشفنا فيها مبادرات وصور كثيرة، إنه التكافل ما بين الناس بينهم البين، ما فيش تدخل من أي مكان ولا من أي نقطة موجودة. نعم. يعني الناس بينهم البين يتكافلوا بشكل أو بآخر. نعم. طيب أسامة، بالتأكيد لديك حالات ربما سلطت الضوء عليها أنتم في مبادرتكم، صف لنا حال هؤلاء الناس ويعني ضعنا بصورة بعض النماذج التي تعاني في صنعاء. في صورة إيجابية وفي صورة سلبية. نعم. صورة سلبية بيتعرض لها المستأجرين بحكم أنهم هم الفئة الأضعف. عندما يتعرض المستأجر لعدة انتهاكات أو لعدة مضايقات أو لعدة مآسي موجودة، تحصل له بعض الأمور، أنه ينطرد من البيت أو أنه يضطر أنه يعني يعمل معالجة سريعة على الموضوع، يعرف أحد المستأجرين من نفسه من غير ما يدخل بينه حساسية هو المؤجر، لأنه له فترة طويلة اضطر أنه في الأخير يسافر بلاده ويرجع يشتغل في الزراعة مقابل أنه يسلم بعض الأثاث مقابل الإيجار اللي كان يسلمه. أنا عدم على الراتب، قدم الفرش ولا سامن حق البيت من أجل أنه يسد مع صاحب البيت، أخذ ما يعني ما يوازي قيمة الإيجار اللي متلقي عليه، وأخذ الباقي وسافر بول البلد. نعم. يرجع يعيش على كلام الرحمة. هذه واحدة من الصور. نعم. هناك الكثير نعم أسامة، هناك الكثير يعني يتحدثون بأنهم يعني وصل بهم الحال أنهم يبيعون أثاث البيت من أجل تسديد ما عليهم. هل رصدتم حالات مثلا في هذا الجانب، ناس يعني يبيعون ممتلكاتهم، يبيعون أثاث منازلهم من أجل تسديد الإيجارات؟ الصور كثيرة جدا، يعني أنه في واحد يبيع أثاث البيت، هذه واحدة من الصور. نعم. في صور ثانية أنه واحد يرهن حقه على الأسلحة أو يرهن حاجة من ممتلكاته أو ذهب كذا مقابل أنه يدفع الإيجار. معك صور أنه يعني في واحدة من الأسر اللي كانوا يعني أسرة كانت نازحة من تعز. نعم.
إذا فقدنا الاتصال بالأخ أسامة الشهري من صنعاء. مشاهدينا الكرام نذهب الآن لمتابعة مادة معلوماتية أعدها الزميل ودي عطاء عن علاقة المؤجر بالمستأجر في ظل الانقلاب والحرب وأيضا توقف الرواتب. نتابع هذه المادة ومن ثم نكمل النقاش، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي الكرام، عدنا مجددا إلى عدن مع الأستاذ الصحفي فايد. فايد عدنا لك من جديد وربما هي عودة أخيرة. الحلول التي تراها يعني من وجهة نظرك ويجب على الحكومة الشرعية على المنظمات الإنسانية أن تشرع فيها من أجل توفير أدنى يعني الاحتياجات لهؤلاء الناس في المحافظات المحررة أو غير المحررة؟ والله إذا أردنا أن نوجد حل دائم وناجح فهو عودة المرتبات بدرجة بصورة مستمرة بصورة رئيسية دون ما استقطاع، أيضا مع الحوافز ومع هذا من الواجب الشرعية. إلى الجانب الآخر إذا ما استطعت أن تقر منظومة من قوانين أو ما شابه ذلك تسير عملية التأجير فيها في هذه الفترة، يعني خاصة مع ارتفاع الأسعار في كل شيء، عليها عبر سلطاتها المحلية أن تشرع بإيجاد حلول آنية لحل هذه المشاكل أمام الناس الذين انقطعت رواتبهم الذين عليهم تراكمات في سواء في المناطق المحررة أو في المناطق الغير محررة عبر صرف رواتبهم بصورة دائمة وغير منقطعة. هناك يعني ابتزاز يتعرض له هذا الشخص النازح، الشخص الذي لا يستطيع دفع الإيجار، كما تحدث قبل قليل منهم من يقوم ببيع أثاث منزله وبمقايضة أخذ ما يقابل مقابل الإيجار والخروج من الشقة، وهذا أنا يعني شخصيا حصلت لي لكني تفاديتها الحمد لله. عندما كنت في صنعاء واتفقنا حتى استطعنا أن نخرج بصورة متفاهمة أنا وصاحب الشقة، هذا فيما يتعلق بنا مثلا. لكن هناك الكثير ممن لا يستطيع أن يعرض حالته، نسمع هناك عن قصص تحصل يتكلم فيها أئمة المساجد بصورة مخجلة غير معقول هذا تحصل في الوطن العربية في أماكن في بلاد المسلمين، يعني هذه الصورة يعني غير صحيحة أن تحصل هنا. الحلول فيما يتعلق بالمنظمات الإنسانية يجب أن تكون هناك رقابة على هذه المنظمات تنفذ يعني ما يجب توصل ما يجب أن يوصل إلى الإنسان المستحق. نعم. فيما يخص المنظمات حقوق الإنسان وغيرها والغاثية معظمها تصل إلى غير مكانها وإلى ناس غير مستفيدين، وإذا وصلت فهي تصل بصورة مختزئة وغير كاملة. أشكرك جزيل الشكر الصحفي فائد دحان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وعودة إلى صنعاء مع الأخ أسامة الشرماني. أسامة عدنا لك من جديد، ربما يعني أكثر الصور التي رصدتها لمواقف صعبة واجهت مستأجر يطرد من منزل أو يعني أحد ضحايا
الذين لا يستطيعون تسديد ما عليهم من التزامات، هل رصدت في هذا الجانب أي شيء؟ حدثنا عنها. من أبرز المشاكل اللي حصلت إن في قصة اشتهرت في المنطقة اللي احنا عايشين فيها منطقة شملان. أحد النازحين من منطقة تعز انتقل إلى مدينة صنعاء، كان دخله مستمر وكان أموره تمام ويدفع الإيجار بشكل مستقر. توقفت الرواتب، حصلت مشاكل مع صاحب البيت، ما أعرف شحد في صنعاء لأنه عاده نازح. الشخص هذا ما بيش معه حد، مزوج ومعه 5 بنات، البنات هؤلاء شباب. خرج للشارع ما درش وين يروح، مش عارف ايش التصرف اللي ممكن يعمله. الناس تعاطفوا معه، مش عارفين ايش يقدروا يعملوا له بالضبط. يعني انسان مقطوع من شجره وجاء المنطقه هذه من منطقه ثانيه، اضطر من كثر ما جلس انه زوج بناته الخمس بالفاتحه من غير اي مهر موجود، من غير اي حاجه، ورجع حومرته البلاد على اساس انه يقدر يدبر نفسه باي حاجه في بلاده بالمستطاع، وزوج بناته كلهم في العاصمه صنعاء لانه انعدمت قدامه كل السبل من غير اي مقابل، يعني بالفاتحه وخلاص. هذه كانت من اكثر الحاجات اللي اثرت في المنطقه واللي اثرت في الناس اللي هنا، وبدات تناقش موضوع الايجارات. نعم. طيب اسامه، من وجهه نظرك انت، يعني ما هي الحلول الان الممكنه ليعني التخفيف من معاناه الناس في صنعاء وايضا المحافظات الاخرى، من خلال يعني متابعتك واطلاعك على حال الناس ووضع الناس، سواء مؤجرين او مستاجرين او ناس بدون رواتب؟ شوف يا أخي بشير، للأمانة المستأجر متضرر مثل المؤجر، المؤجر متضرر مثل المستأجر. يعني في كثير من المؤجرين مصدرهم ودخلهم الوحيد ودراستهم، دراسة أبنائهم وإقامة حياتهم بشكل عام معتمدة على الإيجار هذا، فلما ينعدم الإيجار تنعدم مصالحه وتنعدم حياته كاملة. لكن في عرف انتشر في أمانة العاصمة انه الناس تصبر الى وقت ما يتفرج الازمه ويتسدد، يفعلوا بينهم عقود انه يتسدد لما تنتهي الازمه ولما يجي حل. في بعض المستاجرين اذا هو يشتي يخرج المستاجر حتى صبت الامر الواقع، فرضت هذا القانون وكانت نوعا ما مبادره جميله انه اذا خرج المستاجر يدفع، يعني اذا المؤجر خرج المستاجر ما يدفعش ولا حاجه من الاول مقابل انه يخرج من الشقه ويجي واحد ثاني بدله. لكن اذا اضطر انه يخرجه ما يطالبوش باي مستحقات اولا. إذا هو بيصبر عليه يلتزم له التزامات مشروطة إنه يسجل له في حال حصل على أي حاجة أو على أي دخل ولو كان بسيط. نعم. بعض المؤجرين يقول لك أنا لو في معي عذر، مثلا لو الدولة فرضت ضرائب على المؤجرين يقدر إنه يلزم بها الناس والدولة تقدر تتدخل ويكون في تركيز كبير. المشكلة الكبيرة إنه ما فيش تركيز وتسليط معين وبؤرة معينة على هذه الفئة. كل المشاكل الآن موجهة على المشاكل الكبيرة، على خاصة مشاكل الصحة ومشاكل الصحة الموجودة الآن. فجي تكلم الناس يقول لك يا أخي الناس كذا، الناس راح حمل عن بينهم، ما فيش غير مبادرة شخصية بين المؤجر والمستأجر، المؤجر والمستأجر. حتى اللي بيخرج نعم نصر للناس رجعوا، مشاكل كبيرة. نعم أسامة، ربما يعني حبيت فقط يعني ركز على نقطة اللي ذكرتها قبل قليل، وهي مسألة الذي زوج 5 بنات يعني بناته بالفاتحة من دون أي مقابل، فقط لأنه عجز عن توفير مسكن ومأكل ومشرب لبناته. هذا ما حدث بالضبط؟ خرج هذا ما حدث بالضبط، خرج إلى قدام المصنع وتعاطفوا مع أنه ما حد عارف إيش يفعل. الرجال حانب هو مرته وبناته في الشارع، ما بيش معه رجال من عياله، ما بيش من ذريته، كلهم بنات، ومش داري إيش يتصرف بالضبط، وما بيش معه حد. نازح من تعز وسط مدينة جديدة ومدينة كبيرة وما عرفش فيها حد، فما كان قدامه خيار. جاهز يعني الناس ما يعني ايش يفعلوا معه؟ يتكفلوا بالاسره هذه؟ الناس وضعهم صعب انهم يقدروا يكفلوا الاسره، ما كان فيش حل متاح غير انه هذا اللي راه. بس انتشرت القصه وهذه من اكثر القصص اللي اثرت فينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربما هذا هي صوره من يعني ابلغ الصور المعاناه التي وصلت بحال الشعب اليمني بسبب الانقلاب الذي قادته الميليشيا. اسامه ابقى معي، ايضا نرى صوره اخرى من محافظه مأرب مع الأخت عبير الحميدي من ضحايا الإيجارات ويصبحت الآن في مأرب. أخت عبير السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. أخت عبير، يعني حدثينا عن قصتك وحالتكم، كيف يعني كيف كنتم مستأجرين، كيف خرجتم من البيت، أين أصبحكم المقام الآن؟ تفضلي. طبعا احنا كان نزوحنا من قبل ما يقارب 2 عامين، كنا مستقرين في صنعاء، كان دخلنا ممتاز، كنا مستأجرين بيت بإيجار معقول جدا. بسبب مضايقة الحوثيين والحرب الدائرة في صنعاء وسيطرتهم على العاصمة صنعاء اضطرنا
محافظة مأرب آملين أن نجد ما فقدناه في عاصمة صنعاء بعد دخول الأثيوبيين فيها. طبعا لاحظنا عند وصولنا إلى مأرب أزمة كان خانقة جدا بسبب الاكتظاظ السكاني. نعم أستاذ عبير، إذا أخت عبير فقدنا بالاتصال، أعود لأسامة في صنعاء. أسامة عودة من جديد، منظمة يعني المنظمات العاملة الآن في صنعاء وربما هي كثيرة، منظمة اليونيسف، منظمة يعني أو الصليب الأحمر أو منظمات إغاثية أو مبادرة شبابية، الكثير هناك ما هو موجود في صنعاء ولا زالت عاملة وتصل إليها معونات كبيرة. هل هذه المنظمات تعمل بالصورة المطلوبة؟ هناك أخبار تتحدث بأن أصحاب هؤلاء المنظمات للأسف الشديد يتقاضون أو يقتاتون من معاناة الناس عن طريق تقديمهم للمنظمات الدولية تسويق معاناتهم للعالم ويستلمون مبالغ كبيرة، لكن ما يصل لهؤلاء المحتاجين هو الفتات. فصل لنا صورة مقربة وأنت في صنعاء وتلمس هذا الشيء، تفضل. المنظمات الكبيرة اللي ذكرتها ومنظمات المجتمع المدني القائمة للأمانة يقوموا بجهود جبارة. نعم. لكن مدينة صنعاء معروفة هي مدينة كبيرة واحتياجها فوق مستوى المنظمات وفوق مستوى تدخل أي قطاع خاص. نعم. الحل الوحيد إنه يكون في حل جذري للدولة. إذا ما فيش حل جذري للدولة مهما بلغت معونات المنظمات الدولية والمحلية ما تقدرش تغطي ولو يعني غير نسب بسيطة أقل من مستوى النصف من نسبة الاحتياج. في قصص كثيرة نسمعها لكن مش بشكل أكيد. المنظمات اللي بتشتغل بالميدان مشكلتها في معها بعض المشاكل، بس ما نقدرش عليها نقول انه فساد إداري أو فساد أخلاقي. في معها مشاكل بالتنسيق بالإجراءات بطول فترة التعامل، إذا في أزمة معينة وش توجد لها حل، توجد الحل الأزمة بعد ما تنتهي المشكلة أو تتأخر بوقت طويل. يعني الآن إذا هم يناقشوا موضوع الإدارات بيبدأوا يناقشوا الآن، يعني الوضع الآن طارئ مثلا لا قدر الله، الآن في مشاكل كثيرة بالإدارات ويحتاج له تدخل طارئ. المنظمة تدخل بعد شهر بعد شهرين مثل ما حدث مع تدخل في الكوليرا، بدأ قبل شهر تقريبا انتشار الكوليرا والآن تدخل بدأ الآن يعني في هذه الأيام، يعني في تأخر كبير. هذه المشاكل اللي بنواجهها مع المنظمات. بس بنفس الوقت كلمتك إنه يعني مستوى الاهتمام بالمشاكل الموجودة لو فرضنا إنه بشكل هرمي، قمة الهرم موجود في مشاكل كبيرة أولى من اهتمامات الناس بمشاكل الإدارات، ولو هي أزمة وأزمة كبيرة مشكلة الإدارات، لكن الناس بحاجة أنهم يعيشوا على الأقل حياة كريمة. المنظمات بتوفر مواد غذائية بقدر المستطاع ولو أنه قدر بسيط جدا، وما هوش هذا كتدخل اللي احنا بنلاحظه، وما ولو نسبة الفقر مرتفعة بشكل ما تتخيلوش. نعم. لكن بتقدم جزء معين. نعم. يعني بتحاول أن تسد من جانب آخر، يعني توفر السلات الغذائية، توفر بعض الفرص او المعونات اللي بتقدمها بشكل اختصاصي لبعض المؤسسات والمنظمات. نعم. هذا اللي يحصل. نعم. اسامه اودعك بكلمه اخيره، انت تعمل كجانب طوعي في صنعاء، تحاول ان تقدم الخدمه للناس المتعبين، الناس المحتاجين في صنعاء، ما الذي تتمناه؟ ويعني على الاقل ونحن نعيش في هذه الايام في ايام رمضان ان يصل لهؤلاء المحتاجين في صنعاء. أو وكيدا في كل اليمن مش حتى في صنعاء فقط. نعم. اللي يتمنى حاجتين، الحاجة الأولى أن الناس يكونوا متابعين للأوضاع الموجودة، الناس اللي ظروفهم متيسرة يتابعوا ولو بشكل خفيف الظروف الموجودة للناس اللي هم قريبين منهم، لأنه وقت ما يتابع بيتأثر وبيقدر أنه يبادر وتنحل المشكلة بشكل فردي، يجي لحال من الأشخاص بشكل تلقائي. الشيء الثاني إن لازم هذه تكمل بأي شكل من الأشكال بأي طريقة من الطرق، لأنه المتضرر الوحيد هو الشعب والمواطن المسكين، هو المتضرر الوحيد بشكل مباشر بشكل رئيسي، وبيموت وهو ساكت مش قادر يوصل صوته لأي حاجة. أتمنى إنه مع رمضان هذا تكون نهاية الأزمة بأي شكل من الأشكال، ولو نقدم أي ثمن مقابل أن تنتهي هذه الأزمة بشكل سريع. أشكرك جزيل الشكر أسامة على جهودكم التي تبذلها، وكل الزملاء وكل الذين يعملون في العمل الطوعي سواء في صنعاء أو بقية المحافظات التي تخضع لسيطرة الميليشيا، وأيضا المحافظات الأخرى التي باتت محررة، على الجهود التي تبذلونها من أجل رسم ابتسامة فرحة تخفيف ألم أو جرح على هؤلاء المحتاجين. عودة أخيرة إلى محافظة مأرب مع الأخت عبير الحميدي. أخت عبير فقدنا بك الاتصال وأنت كنت تتحدثين عن الصورة للمعاناة التي يعني وقعتم فيها أنتم كمستأجرين، أكملي قصتك وربما نختم بها حلقة اليوم، تفضلي.
حصل حديثي حيث مثل ما قلت لك وصلنا إلى مأرب وجدنا كثير يعني نازحين أعباء كثيرة ناجمة عن النزوح خاصة غلاء الإيجارات. وجدنا استغلال كبير جدا النازحين من قبل ملاك العقارات وكذلك في ظل انعدام الرقابة من قبل السلطة المحلية في مأرب وكذلك انعدام وانقطاع تام للرواتب يعاني كثيرا النازحين كثير جدا من استئجار المنازل حيث نعم إلى ما يقارب 1000 إلى 100 ألف للشهر الواحد. هذا ما وجدناه في صنعاء في الوضع الطبيعي، لم نجده في صنعاء في الوضع الطبيعي حيث كانت الإيجارات غالية في الأحياء الباقية. نعم 50,000. اخت عبير الان اصبحت نعم معذره على المقاطعه اخت عبير الان يعني وصل الايجار في محافظه مأرب للشقق الى 100,000 ريال 100 واكثر. والمشكله ليس في الغلاء فقط وانما يطلب منك صاحب المنزل مقدم 6 أشهر او سنه كامله. يعني المواطن النازح الانسان الكادح الذي يكدح في طول حياته يعني لا يجد ما يستطيع ان يستاجر فيه المنزل وفوقها يطلبون ايجار مقدم لايجار المنزل 6 أشهر او سنه مقدم. شكرا جزيلا لك الأخت عبير الحميدي، ربما يعني وضعتنا بصورة للمعاناة التي يعاني منها النازحون في محافظة مأرب أو الذين يبحثون عن منازل للإيجار، وربما للأسف الشديد بات الوضع صعب جدا بين نار عدم صرف رواتب عدم وجود أعمال عدم وجود دخل لهؤلاء الأسر وأيضا جشع المؤجرين للأسف الذين يرفعون الإيجار بصورة كبيرة جدا ولا يراعون هذه الظروف التي تمر بها البلاد. شكرا لك وشكرا للضيوف الأكارم، كان معنا أيضا من مأرب أم حمزة أحد الضحايا وأيضا الأخ فائد دحان صحفي من عدن وكذلك كان معنا من صنعاء الأخ أسامة الشرماني وكذلك الشهاري عفوا ومن محافظة إب المحامي نشوان العمراني. الشكر موصول لكم على حسن المتابعة، تقبلوا تحايا معدات الحلقة الزميل وديع عطا ومنتج البرنامج الزميل أسامة القطيبي وكافة الطاقم الفني، حتى الملتقى بحلقة حلقة جديدة من بين قوسين الأسبوع المقبل. حفظكم الله والوطن، السلام عليكم.